está. إذن مشاهدينا، كما كنتم تتابعون وتتابعون دائما في هذه الصور المباشرة، وصل في هذه الأثناء رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون إلى مستشفى الأم والطفل للجيش بابن مسوس بالجزائر العاصمة. هذا وكان رئيس الجمهورية مرفوقا بالفريق أول السعيد شنقريحة. كما نتابع إذن في هذه الصور المباشرة، سيشرف السيد الرئيس بعد قليل على تدشين مستشفى الأم والطفل للجيش بابن مسوس بالجزائر العاصمة. في هذه الأثناء مشاهدينا، يشرف رئيس الجمهورية المباشرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتلقى شروحات مفصلة حول هذا الصرح الصحي الجديد الذي يعد لبنة أخرى تضاف إلى سلسلة المنشآت العسكرية التي يتدعم بها الجيش الوطني الشعبي في مجال التكفل الطبي والاجتماعي بمستخدمي الجيش الوطني الشعبي وبذوي الحقوق.